زي ما قلنا في المقدمة، الحقيقة النهاردة احنا شايفين اتجاه كبير جدا في المجتمع بشكل عام، وخصوصا يمكن من الأطفال أو من الشباب وهكذا، إن هم يقتنوا حيوانات أليفة في البيت. هو حاجة موجودة من زمان جدا، حاجة يعني مش جديدة علينا، لكن الفترة الأخيرة الموضوع انتشر بشكل كبير جدا، وده خلانا نتساءل عن كذا سؤال. أولا وزي ما قلنا برضو في المقدمة، إن الموضوع ما هواش لعبة، يعني الحيوان ده روح، فبالتالي لو كان في طفل في البيت شبط زي ما بيقولوا أو أصر على إن هو يكون عنده حيوان أليف، وبعد كده لأي سبب حس إن هو مش قد أو أهله في هذه الحالة، إنه في الآخر اللي بيتحمل المسؤولية هم الأهل، ولازم يكونوا هم على أتم استعداد لتحمل هذه المسؤولية، لأن بمنتهى البساطة زي ما قلنا تاني هي روح. لو لقوا إن هم مش قد هذه المسؤولية بيتصرفوا تصرف ممكن، وفي بعض الأحيان وكثير من الأحيان بيكون تصرف سلبي الحقيقة، ممكن يكون من هم يفرقوا أو يمشوا أو يسرحوا القطة أو الكلب بمنتهى البساطة، وغيرها من الأفعال الغير إنسانية، وده اللي اقدر اقوله. الحقيقه برضو مهم جدا نعرف الفرق بين التجاره وان احنا نجيب حيوانات او نشتري حيوانات، او ان احنا نقدر ناخد او يعني نقدر نحتفظ بحيوانات من الملاجئ ومن مثلا الحيوانات ممكن يكونوا الضاله وهكذا، اللي ممكن يبقى لهم ظروف معينه، وده بيبقى برضو ممكن يكون اصح بكتير، وبيعلم الطفل برضو قيمه كبيره جدا، وهي انه برضو الحيوان ده لا يتاجر فيه لان هو زيه زي الانسان. حاجات كتير جدا هنتكلم فيها النهارده، خلينا نرحب الاول بضيفي، هو خبير في هذا الموضوع وفي نفس الوقت هو معني جدا كمان بتربيه والتعامل مع الحيوانات بانواعها. برحب بضيفي النهارده هو الاستاذ وليد الشرقاوي، وهو مدرب الحيوانات. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك. صباح الخير. متفق في اللي انا قلته يا فندم؟ طبعا. هو هنا في مصر في ظاهره يعني غريبه شويه فعلا في اللي انت اتكلمت فيه برضه، حكايه الحيوانات. احنا هنا ما عندناش الحته اللي احنا نقدر نحافظ على الحيوانات بتاعتنا، فعلا في معامله غير سليمه بالمره. ما فيش الحته بتاعت الرفق بالحيوان، يعني انا عايش في ايطاليا بقى لي 20 سنه، هناك الحيوان ليه قيمه. هنا في مصر فعلا في حيوانات كتير في الشارع بتتشرده، ما فيش اي اهتمام بيهم، نسبه قليله جدا اللي هي فعلا بتتعامل مع يعني الحيوانات دي بطريقه معينه، اللي هم هنقول عندهم الامكانيه، الباقي فعلا بياخدوها كعمليه اتجار. كلام مظبوط فعلا، وده شيء مش محبوب. انا بتكلم بالنسبه لنا حيوانات مفترسه انا بتعامل معهم، وعندي حيوانات اليفه، بس انا ليا نظام بتعامل بيه زي ما انا اتعلمت من اوروبا وشفت بيتعاملوا ازاي مع الحيوانات بتاعتهم، انا بالتالي انا كمان بدات اتعامل معهم هنا بنفس الطريقه. طيب النهارده عشان حد يقرر ان هو يقتني حيوان مبدئيا، ما هو على حسب القرار ده اساسا، مش لازم يبقى ليه خلفيه، لازم طبعًا يكون ليه تجهيز معين طبعًا. ايه اهم الحاجات اللي لازم الواحد يحطها في باله يوم ما ياخد قرار ان هو يقتني حيوان بقى اليف مش اليف ايا كان؟ يعني واحد لازم يكون عندي المكان المناسب ليه على حسب نوع الحيوان وحجمه وهكذا طبعا. اتنين، لازم اشوف الامان اللي هو على حسب الحيوان اللي موجود، حيوان من نوعيه ايه. يعني كلب مش هنقول زي اسد زي قطه، كل حيوان لازم يبقى ليه البيئة المتاحة اللي هو يعرف يعيش فيها. ده شيء طبعا، والمهم الإمكانية عشان أقدر أصرف على الحيوان ده، وإلا هجيبه هعذبه معايا. إيه تاني؟ مع قرار اقتنائه بقى، يعني خلاص إحنا اقتنينا الحيوان، وزي ما قلنا تاني إحنا النهاردة بنتكلم وبننادي يا جماعة إنه مع كامل الاحترام يعني للمحلات التي تبيع الحيوانات يعني، بس لو تقدر تتبنى من في كميه كبيره جدا من الملاجئ اللي بتعرض او بيبقى عندها مجموعه جدا من الحيوانات اللي كانت موجوده واللي نفسها حد يتبناها. مظبوط. وبدون قيمه، وقيمه اكبر بكتير للمجتمع وعند ربنا. حضرتك متفق معايا في ده؟ طبعا طبعا. المفروض يبقى في مكان مهيئ للحيوانات اللي هي في الشوارع يتلموا فيه ويتحطوا جوه، يبدا حد يعتني فيه. والله في كذا مكان يعني، بس احنا عايزين اكتر كمان يعني، بس باجر. مش مجاني. طيب. فبالتالي انا مواطن عادي، انا حالي اي حيوان في الشارع هاخده، هتحمل مسؤوليته، هروح عشان اسلمه للدار او للبيت اللي هو المفروض يقعد فيهم. انا ممكن ادفع، غيري مش هيرضى يدفع له لانه مش مجاني. وهم فعلا زي ما قلت يعني في اللي هو مش عارفه في السيده عائشه كتير كتير كتير، السوق كامل بيبيعوا في الحيوانات. طبعا. كان من 3 سنين مره في اسد بيتباع الصبح. اسد راح ازاي ومين اللي طلعه له ويدخل ازاي السوق يتباع اسد؟ على السيره دي بقى، زي ما بنتكلم على الحيوانات الاليفه اللي احنا متعودين عليها اللي هي القط والكلب وهكذا اللي متعودين يكونوا موجودين في البيوت، زي برضه احنا شايفين دلوقتي ظاهره
بدأت تبقى زيادة عندنا، وهي اقتناء حيوانات ما هياش طبيعي انها تكون موجودة في بيوت، زي التعابين، زي النمور. طبعا انا التعابين مش حيوان يعني، بس قصدي اقول انه نوعية اخرى من الكائنات الحية زي النمور زي الاسود. متفق معايا؟ وايه سبب مظبوط. انتشار الظاهرة دي؟ الاتجار الاتجار. طبعا، تمام. بمعنى ان انا كمواطن عادي غير مصرح ليا ان انا اشتري اسد. مظبوط. ما انا هشتري اسد، انا مش بشتري كلب. مظبوط. المفروض ان انا بشتري اسد، يعني انا ليا هدف من الاسد ده انه يكون عندي، ليا طبيعه شغلي مرتبطه بالاسد. هجيب اسد اربيه اعمل بيه ايه؟ ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني ايه الموضوع ده؟ وليه منتشر؟ انا وايه اللي سمعت خلاه انتشر؟ هي بقى وازاي؟ زي عمليه موضه، هم واخدينها دلوقتي على انها بس موضه. الاسد ده حيوان مفترس، ما هو محتاج تدريب ما وتعويض. انا ما بسالش اللي خد الاسد، انا بسال اللي اداله الاسد. هو ده اللي المفروض يتحمل المسؤوليه، لان انا النهارده لما اجي اقول لك انا عايز اسد من عندك، طب انا شغال ايه؟ طب انا خبرتي ايه عشان اتعامل مع الاسد؟ بالظبط. انت بتديني اسد، بالتالي ممكن بعد فتره بسيطه الاسد ده يعود عليا بالخطر، او على اولادي، على اي حد موجود في البيت، لان هو مهما كان اسد. في لحظه ما بتعرفش الدنيا جات ازاي. ايه تاني؟ احنا دلوقتي شايفين حضرتك صور بشكل عام، حضرتك خبرتك بشكل عام هي تدريب ولا ترويض ولا الاثنين؟ الاثنين. الاثنين. عايزين نوضح للناس الفرق بين التدريب والترويض. بص هقول لك حاجه، التدريب ان انا ببدا ادخل الاسد جوه قفص، ابدا اعمل له بروفات عشان اقول انا عايزك انت تعمل كذا وهو يعمل كذا وهو يعمل كذا. الترويض ان انا بروضه على شيء معين. خلاص، هو الاسد فاهم انه هيخش جوه، عارف واحد اتنين تلاتة، بلغي له الفهم بتاعه، وده شيء غير مطلوب بالمرة. ولذلك أنا عندي ممكن لو تشوف من ضمن الصور في صورة الأسد معين عندي. الأسد ده يعني أنا عن نفسي بيتكلم معايا، أنا بحس إن هو بيتكلم معايا. العلاقة اللي بيني وبينه علاقة مش طبيعية. أنا بدخل جوه بيته، بدخل أنام معاه جوه، بدخل أقعد معاه، يعني بالنهار أنا ليا ساعتين تلاتة مقيم معاهم جوه. ما بتحركش. إيه حاجة كويسة إيه إن أنت تقرب العلاقة بين المدرب أو بين المراود، بينه وبين الحيوان بتاعه أو الأسد أو إن كانت أي فصيلة، دي حاجة كويسة. بحيث إن أنت لما تكون حتى على الأقل في تعامل بينك وبينه قدام الجمهور، مش لازم يبقى خوف بس، لأن هو النظام اللي ماشي إن أنا لازم أخوف، لازم أضرب. لا يا جماعة، ده أسد ما بيخافش. حصل اختلاف كبير جدا اساسا على القيمه الاخلاقيه اساسا لفكره العروض اللي بيبقى فيها اسود ونمور وخلاف في العالم، يعني مش حاجه في مصر، في العالم كله. حصل جدال كبير جدا، هو هل من المفروض اساسا يكون في هذه النوعيه من العروض ولا لا؟ لان بيبقى فيها بيقارن بيبقى فيها شويه عدم احترام لـ 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 لهذا الكائن وللتعامل معاه والرفق بيه، وبتعلم الاطفال مثلا اللي بيتفرجوا قيم مش لطيفه، فكره ان هم يبقوا مجرد زي ما بيقولوا كده بهلولات او بيعملوا شو او الكلام ده كله. اكيد دخلت في المناقشه دي واكيد سمعت الكلام ده. الكلام ده ده ولا احنا في قلنا ده في العالم كله مش بس في مصر، واحنا عندنا اباطره في السيرك العالمي، السيرك الايطالي والسيرك الروسي والاوروبي بشكل عام وخلافه. مظبوط مظبوط. احنا هنا في مصر، يعني انا بتكلم على وضع البلد ما بتكلمش على اوروبا. اوكي. بس هم عندهم عندهم امكانيات كثير عننا قوي. بمعنى يعني بمعنى احنا هنا بنتعامل بطريقه مع الحيوانات دي. إيه الطبيعي ان انا كراجل مدرب اسود بيخش عندي اطفال وبيخش ناس كبيره، إيه انا لازم اشيل حته الفكر القديم بتاعنا ان يا جماعه ده حيوان مفترس. اقعد الطفل بيباعد مكانه خايف حتى هو بيتفرج على العرض. انا بشوف الكلام ده كل يوم، بيبقى في تهيئه ما من المذيع او من المعلق على العرض انه الحيوانات المفترسه وازاي بقى هنروض الحيوانات المفترسه وهكذا. مظبوط. هو التعليق ان احنا بنقول يا جماعه انتبهوا، الاطفال يحاولوا انه ما يطلعوش ايدهم بره، وده شيء لازم وارد طبيعي، لان في لحظه الاسد ممكن يلفت نظره طفل معين. صحيح. وخاصه النمور عموما. يعني النمر ممكن اي شيء يلفت نظره، الاسد سهل التحكم فيه شويه، النمر لا. اي طفل ممكن يشد نظره، ممكن ينزل يجري عليه. وهي بتبقى عباره عن لحظه. يعني هي ممكن لحظه مجرد ما بيطلع ايده فرد ظفره خلاص انتهى الموضوع. بس صدقني زي ما قلت لك، كله بيرجع على حسب التعامل مع الحيوان. لو انت بتتعامل مع الحيوان ده من صغره، خاصه لو انت اللي مربيه بطريقه
ان انت تقدر توصل لفهمه مفيش حاجه بتحصل. ايه هي اهم المشاكل اللي بيعاني منها دلوقتي فكره زي ما قلنا تاني مش هتكلم على السيرك بعينه، مش هتكلم على تابع للدوله ولا تابع لقطاع خاص ولا كده، بس بشكل عام ايه هي المشاكل اللي بيعاني منها او بتعاني منها هذه النوعيه من العروض والاسود او النمور اللي تتعامل معاها؟ لا هي مشاكل كتير. زي ايه؟ ما فيش امكانيات. حضرتك خبرتك مع السيرك القومي ولا لا مع السيرك الايطالي؟ انا قطاع خاص الايطالي. تمام. وليك خبره بره طبعا، وبعدين موجود هنا تتعامل مع الخبره المصريه. تمام. طب ايه المشاكل من ناحيه كتدريب كله؟ انا بدون ذكر اسماء او بدون ما اتكلم على حد، وكل واحد طبعا بيبقى له طريقته او كل واحد وله اسلوبه. بس انا حتى لما نزلت حتى من ايطاليا وبدات وقررت في 2011 ان انا هفتح السيرك الايطالي هنا في مصر، انا لفيت وبصيت وشفت النظام والتعامل مع الحيوانات ازاي والكلام ده كله. ما عندناش الحته اللي هي بتاعه الانسانيه شويه مع الحيوانات. يعني بنعامل دي حاجه حقيقه جوه السيرك وبره السيرك. دي مشكله كبيره قوي. بنعامل ديننا بيرص على ده نص واضح، وبنتعامل معاه لانه حيوان مش على انه روح او على انه هو فاهم. دي نقطه وحشه. وبالتالي انا في مره كنت في زياره لحديقه الحيوان، ودخلت زائر عادي عشان عايز اتفرج، عايز اشوف بيتعاملوا معاهم ازاي. مش 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 حاجه مش ادميه بالمره. طيب ايه هي او ايه الخطوات اللي حضرتك شايفها ان هي لازم تكون موجوده غير طبعا الوعي الاعلامي؟ شايفين النهارده مثلا وثيقه بتتم تجميع توقيعها على الانترنت باسم التمرد للحيوانات وللرفق بالحيوان، شايفين صحوه كبيره جدا من نشطاء في هذا المجال بشكل عام. شفنا من سنتين تقريبا مظاهرات بعد احداث الكلب اللي حصلت في الهرم وغيرها. مزبوط. كل ده شايفه اتجاه ايجابي في المجتمع، وايه اللي ممكن يتعمل بشكل واضح علشان يساعد في ده؟ ايه المطلوب يعني؟ بص، هو من ناحيه الاعلام هو ده كلام مظبوط، ولازم فعلا يتكلموا على الموضوع ده كتير جدا. انا راجل بقتني حيوانات، لازم يبقى في رقابه عليا، لازم يجوا يطمنوا على الحيوانات دي انا فعلا بعملها كويس، فعلا بتاكل كويس، بتاخد تطعيماتها، عايشه في مكان امن، بستغلها في مكانها المظبوط، ولا انا واخدها كاتجار؟ بناء على الموضوع دوت هم يبداوا ينطلقوا. اللي مش مظبوط، مش مرخص، مش ماشي سليم، ما بيقتنيش الحيوانات دي لشغله، ما فيش معامله كويسه معاهم. بس هل ده معناه ان الاتجار عيب؟ ما هو ممكن يكون برضو، ما هو احنا مصرح ان يكون في محلات لبيع الحيوانات اذا كانت بشكل محترم واذا كانت كذا. اذا كان يعني مرخص. هل ده طبعا مرخص مبدئيا؟ قانوني. هل ما كانتش الحيوانات يعني ده مش نشاط محرم في العالم؟ لا مش محرم، موجود. بس في مشاكل هنا في مصر بقى. ما انا النهارده راجل عندي محل ببيع فيه حيوانات. الطبيعي ان انا اي حيوان بيطلع من عندي لازم اكون حاطط له ميكروشيب، لازم يكون مظبوط عندي في السجلات، لازم اكون عارف مين صاحب الحيوان. النهارده لما يحصل لا قدر الله كلب يمشي في الشارع، الكلب ده اتخبط، اوتوماتيك بيحصل ايه هنا في مصر؟ بناخد الكلب نرميه. لا، بره ما فيش كده. بره هيتعرف الكلب ده باسم مين، طلع ازاي، ويتحاسب صاحبه. المفروض الكلام ده يتطبق هنا. ايه المشكله بتاعته؟ ايه ميكروشيب هيركب في جسم الحيوان بغض النظر ان كان اسد او كلب او قطه؟ بس انا بالتالي بالميكروشيب ده هعرف اوصل لصاحبه في ثانيه، احاسب صاحبه، احاسب اللي باع له. وده ختامي، سؤال الختامي، يعني عشق حضرتك للحيوانات بشكل عام، حتى التيشيرت بتاعك واضح يعني. وزي ما شفنا من الصور والعلاقه الجميله جدا بينك وبين الاسود، ايه اكتر قيمه نقدر نقول ان حضرتك اتعلمتها من حيوان؟ الصبر. الصبر. لازم يكون عندك طول بال معاهم مش طبيعي، عايزين صبر. وايه الحاجه اللي هم علموها لك بقى غير موضوع الصبر، يعني غير التعامل معاهم بقى، ايه القيمه اللي انت اكتسبتها من متابعتك لسلوك الحيوان سواء مع الانسان او مع بعض؟ القوه. بس مش الوحشيه، مش القسوه. لا 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 لا، القوه مش القسوه. القوه بمعنى ان انا من عشتي معاهم انا خلاص انا بقيت واحد منهم. لان انا بقعد معاهم اكتر ما بقعد في بيتي، اكتر ما بقعد مع ولادي. انا مقيم معاهم وانا فعلا بعشقهم. يعني انا قلت انا فاتح السيرك هنا، السيرك الايطالي في مصر، سيرك مونديال، فاتحه مخصوص عشان خاطر حيواناتي، حبا للفن وحبا للحيوانات. احنا بنحييك عامه زي ما قلنا تاني، لانه احنا النهارده
شايفين انه مش مجرد ان حد بيبقى بيعمل بهذا المجال بشكل عام يبقى هو هدفه الاساسي هو استغلال هذا الكائن. لا، الفكره كلها اكبر من كده بكتير. مفيش اي مانع ان يكون في بزنس، مفيش اي مانع ان يكون في نوع من انواع التجاره اذا كانت تجاره مشروعه، ولكن ايضا ويفضل وبشده في مجتمع زي مجتمعنا ان يكون في تبني للحيوانات، لان الملاجئ اللي بتجمع الحيوانات ديت بتبقى بتتمنى ان حد يتبنى هذه الحيوانات وبدون مقابل، وعلى الاقل هيبقى في ضمانه لحالتهم الصحيه، وهيبقى في ضمانه لتاريخهم، وهيبقى في ضمانه لتطعيماتهم وهكذا. غير اللي بنسمع قصص كتيره مسيئه وسيئه ومفزعه على المحلات او جزء من المحلات اللي بتتاجر في الحيوانات في مصر للاسف، وده حال كتير من البيزنس في مصر بشكل عام. بشكرك. مظبوط، ربنا يخليك. شكرا جدا. خليكم معانا، لسه معاكم في نهارك سعيد.